مرحب بحضراتكم من جديد وفقرتنا الثانية فقرة الصحافة ونحلل فيها أبرز المنشطات. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا أستاذ مايكل، صباح الخير يا أستاذ مارينا، صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح النور يا فندم، دايما منورنا في صباح مين. ناخد مع بعض الخبر الأول. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر للوظائف العامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانيات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علميا وتكنولوجيا وفنيا وعلى جميع الأصعدة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري. يمكن واحنا بنتكلم عن الخبر ده يا فندم وبكلم عن اهتمام سيادة الرئيس وبكلم برضو عن الاهتمام بالشباب وكمان الاهتمام بالنواحي الفنية والتقنية بما يخص التقديم للوظائف، يعني محتاجين يكون عندنا فعلا جمهورية جديدة واحنا بننتقي الأشخاص في التعامل وتحول الدولة من النظام الورقي إلى النظام الرقمي. تعليقك يا فندم. شوف، هو طبعا مسألة تطوير الأداء ده في مؤسساتنا الحكومية مسألة في غاية الأهمية، والآن زي ما حضرتك أشرت كده تنطوي على أكثر من محور لهذا التطوير، سواء كان أولا الفئة المستهدفة من مؤدي الخدمة العامة في خلال السنوات القادمة، وهنا بتكلم عن محور الشباب، أهداف الوظائف العامة وكيفية أداء هذه الوظائف وما تستهدفه الدولة من خدمات تقدمه إلى السادة المواطنين من خلال هذه الوظائف العامة. الحقيقة مسألة في غاية الأهمية. حضور الرئيس السيسي لمثل هذه الأمور هو طبعا حضور رمزي، يعني على اعتبار أنه يعني في نفس الوقت ده على اهتمام قيادة الدولة، وطبعا بيؤشر على هذه المسائل بمثل هذه الأمور الضرورية جدا، لأنه مسألة طبعا أستاذ مايكل مسألة تطوير الأداء، يعني زي ما أنا قلت كده بتعني تطوير كل شيء يخص الحياة الوظيفية من أول قناعات الوظيفية لدى الموظف العام. يعني أنا موجود هنا في الوظيفة العام لماذا؟ ما هو المستهدف؟ كل واحد فينا يعني في هذا المحيط الوظيفي يجب أن تكون لديه قناعات بقيمة وأهمية ما يؤديه من خلال هذا الإطار من الوظائف العامة. احنا بنتكلم يعني الخبر اللي بين إذن حضرتك بنتكلم عن تربية وتعليم. تربية وتعليم هي يعني أعتقد أنه ما فيش أهم من موضوع التربية والتعليم، بيحتاج فعلا لتطوير كبير جدا داخل الحقل التعليمي. يعني الحقيقه انه الناس او الشباب الجديد اللي هيتعين واللي هيشتغلوا في هذا الحقل التعليمي فعلا لازم يبقوا زي ما انا قلت بالظبط مقتنعين باهميه تواجدهم في هذه الدائره التعليميه اللي بتشرف بالتاكيد على يعني خلق اجيال جديده من المواطنين المصريين. مسألة الاهتمام بهذه الوظيفة وأبعادها المختلفة مسألة مهمة جدا جدا جدا، فإشراف أو التواجد السيد الرئيس في مثل هذه الاجتماعات بالتأكيد هو يعني تواجد رمزي. الأهم أيضا أنه تكون كل الاجتماعات أو في إطار هذا النوع من الأداء تكون على نفس المستوى، يعني في الشكل وفي المضمون كمان. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إنه مسألة الاجتماعات الخاصة بالاختيارات الحقيقة
للمعلمين الجدد، لانه طبعا في مسابقه طرحت ويعني منذ فتره لاختيار يعني عدد كبير جدا من بناتنا ومن شبابنا او من شبابنا ومن فتياتنا اللي هيدخلوا الحقل التعليمي اللي هي تغطيه العجز المعروف في التربيه والتعليم. الاهم ان تكون يعني هذه الاختيارات على المستوى المطلوب الذي تطمح له قيادة الدولة. يعني الحقيقة يعني طبعا كلنا بنثق في يعني الاجتماعات اللي بيشرف عليها الرئيس السيسي ثقة كاملة، لكن كل الاجتماعات اللي من النوعية دي وما بيحضرهاش الرئيس السيسي نتمنى أن تتم بنفس بنفس يعني صحيح. بنفس الاهتمام بنفس النسق. يعني ببساطة كده عشان نبقى بنتكلم كلام منطقي جدا، عملية الاختيارات في مثل هذه الظروف الطبيعية أتمنى أنه يعني لا يشوبها مجاملات، لا يشوبها استغلال للنفوذ، لأن دي مسألة مهمة جدا وتؤسس إلى خلق أجيال قادمة. أنا هنا بتكلم عن التربية والتعليم، إذن بتكلم عن يعني منظومة بشكل عام، منظومة إنتاج مجتمع، ده اللي أنا أقصده. عشان كده المسائل يعني عشان كده في خصوصية للتربية والتعليم، كلنا يعني مع هذه الخصوصية وكلنا ندرك قيمة هذه الأهمية صحيح. لهذا القطاع الحيوي يعني اللي بيأثر تأثير كبير جدا على مستقبل مصر المتنوع. يعني كل يعني هي يعني بيئة إنتاج المصريين أيوة. أعتقد إنها مسألة مهمة جدا بداية. جدا أستاذ رجب تكون هذه يعني هذه المؤسسة تكون بداية وباقي المؤسسات يعني بتكون بنفس هي التربية والتعليم الحقيقة والعنصر البشري. طبعا التربية والتعليم الحقيقة أنا رأيي الشخصي يعني التربية والتعليم ثم مؤسسات تشكيل الهوية زي الأزهر والكنيسة والأوقاف ووزارة الثقافة الى اخره وما يتعلق ب يعني الـ 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 الابداع سواء كان يعني الابداع الثقافي والابداع الفني. المسائل هذه مثل هذه الامور انا رايي الشخصي ان دي ارضيه اللي بتنطلق منها الدوله لانتاج او للتطور. يعني دي الارضيه اللي على اساسها نقدر نقول اذا تم تكوينها والاشراف عليها وكان العمل فيها بالمستوى المطلوب يؤثر بشكل كبير جدا فيما ينتظر مصر من مستقبل مختلف، سواء كان بقى يعني مستقبل اقتصادي، مستقبل سياسي، مستقبل اجتماعي الى اخره في مثل هذه الامور. يعني انا اثمن جدا هذا الحضور للرئيس السيسي، لكن في نفس الوقت اتمنى سواء باشراف مؤسسه الرئاسه او يعني المؤسسات المعنيه الأجهزة الرقابية في مثل هذه الأمور، أتمنى أن تكون موجودة بشكل أو بآخر على أساس يعني نؤسس فعلا لعمليات تجهيز واختيارات كما نطمح دائما في مجال الوظائف العامة. أستاذ رجب ننتقل للخبر اللي بعده، بيقول عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من المسؤولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة والتي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله. تعليق حضرتك على هذا الخبر، وعايزين نعرف العوائد الاقتصادية اللي هتتحقق من إقامة هذه المشروعات وكمان دورها وتأثيرها في خلق فرص عمل للشباب. شوف يا استاذ بيرين، هو الخبر شارح نفسه، هو زي ما انت قلت بالظبط كده، هو في الاساس يستهدف عمليه جذب الاستثمارات سواء الاجنبيه ولا العربيه او المحليه. يعني الحقيقه بعد ما انفقت الدوله يعني على قطاع البنى التحتيه سواء العامه والخاصه، وحضرتك والاعلام والدنيا كلها تشهد انه الدوله يعني انفقت
أرقام كبيرة جدا جدا في تطوير وتحديث هذه البنية العامة والبنيات المتخصصة، سواء يعني كلهم في مجال الاقتصادية التعليمية إلى آخره يعني. استطاعت بالفعل الدولة، يعني فعلا فعلا الدولة قدرت إن هي تطور هذا القطاع بشكل كبير جدا. بس الأهم من 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 هذا، أو أهم من هذه المسألة، هو استفادتنا الحقيقية من هذه البنى بالشكل يعني اللي يناسب طموح الدولة وتخطيطها وهي بتعمل هذه البنى التحتية. الحقيقة يعني الدولة انفقت على المشروعات الضخمة في البنية التحتية انفاق كبير جدا، وخلينا منطقيين، تحمل عبء هذه البنى التحتية وإقامتها بهذا الشكل الرائع المواطن المصري في ظروف قاسية جدا 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 في السنين اللي فاتت. ده معناه ببساطة كده يا أستاذة مارينا إنه إن احنا بنتكلم عن دولة محتاجة تسوق نفسها يعني بشكل أفضل من كده. الدولة محتاجة تسوق كل الفرص المتاحة لديها في كل قطاعات الدولة الاستثمارية بشكل أفضل من كده، لأنه خلينا واضحين إنه أرقام يعني اللي تم الحديث عنها في مسألة جذب الاستثمارات، خصوصا الاستثمارات الأجنبية، اعتقد انها لا يعني لا تناسب ابدا طموح الدوله او يعني طموح القياده السياسيه. محتاجين شغل اكتر من كده في هذا القطاع. ده معناته ان احنا الحقيقه يعني لازم نبقى موضوعين جدا وصريحين جدا 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 مع نفسنا واحنا بنتكلم في موضوع جذب الاستثمارات. يعني لازم مبدئيا كده نعترف انه عمليه جذب الاستثمارات الى الان ليست على المستوى المطلوب. يعني لو حضرتك تتذكري او سماجلة تتذكر حضرتك انه من في يعني قبل هذا التعديل الاخير كان في تعديل وزاري، وكان فيه وزيرة استثمار والتعاون الدولي اللي كانت بتقوم بها الوزيرة السابقة سحر ناس. في هذا التعديل اللي انا اقصده تم يعني فصل الاستثمار عن التعاون الدولي، وأشرف رئيس الوزراء بنفسه بشكل مباشر على قطاع الاستثمار. كلنا يعني الحقيقة تأملنا خير في هذه، لأنه مسألة الاستثمارات وجذب الاستثمارات مسألة بتكون واضحة جدا جدا مؤشراتها، يعني بتكون ماشية بالشكل المطلوب بتنعكس جدا وبتبقى واضحة، مش محتاجة الأدلة. يعني عاوز أقول إيه، تنعكس بالتأكيد على الأرصدة يعني الموجودة في البنك المركزي من العملات الصعبة، تنعكس على مستوى أو يعني في على مستوى وأرقام فرص العمل المتاحة داخل الدولة في مثل هذه المشروعات، بيبقى لها تأثير مباشر ما اقدرش ننكره. عشان كده أنا بقول إنه دي مسألة يعني أعتقد أنا حسب أو في تقديري إنها إلى الآن يعني لا تسير وفق الطموح اللي خططت أو الذي استهدفته قيادة الدولة في هذا القطاع اللي تم الإنفاق عليه بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني مسألة جذب الاستثمارات يعني أعتقد أنه ملف كبير جدا ويحتاج لعمل كبير جدا ومن متخصصين جوا مصر وبره مصر. أنا قلت في بداية كلامي احنا عملنا كل حاجة، نحتاج الى تسويق نفسنا، تسويق مشروعاتنا الاستثمارية، فرصنا الاستثمارية الواعدة، احنا محتاجين نسوقها بشكل المناسب. الكلام ده يجي من يبدأ معايا انا شخصيا في تصوري من اول تحديد مواصفات هذه الفرص المتاحة في هذه القطاعات. سلسلة كبيرة جدا من العمل الداخلي والخارجي، ويتدخل فيها اكثر من قطاع، الى ان نصل الى دخول الشركات الأجنبية والعربية بالشكل المناسب، وطبعا الشركات المحلية، لاستغلال مثل هذه الفرص. ودي مسائل هتنعكس يعني وقتها بشكل واضح جدا، زي ما أنا أشرت في أرصدة الدولة من العملات الأجنبية هتنعكس في كمية يعني فرص العمل المتاحة، المردود النقدي لأبنائنا وبناتنا من هذه الفرص العمل في مثل هذه الفرص داخل هذه المشروعات القادمة إلى مصر. ملف كبير جدا يحتاج إلى شغل. أنا رأيي الشخصي إنه يعني لا يسير بالشكل المناسب حتى الآن، وإن كانت الدولة أنفقت واستهدفت الكثير والكثير لهذا القطاع كقاطرة
يعني لو نجحنا فيها الحقيقه يعني هتشد الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا لافاق جديده. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الكويت قرار اوبك بلس بتخفيض انتاج النفط تحرك استباقي لدعم استقرار السوق. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط النفط وزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا أن انخفاض الطوعي للإنتاج من دول المشاركة باتفاق أوبك بلس يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط التطورات والأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرتها المتسارعة. وأضاف الملا في تصريح له وفقا لبيان عن وزارة النفط الكويتية عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع 48 للجنة الوزارية المشاركة لمراقبة الانتاج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدل الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية وتطورات الجلوستية وأن أوبك بلس تركز على دعم استقرار أسواق النفط وأنها مستمرة في سياسة خفض الانتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023. وخليني أسأل حضرتك هنا والخبر ده لازم يكون فيه يعني وقفة. وأنا بتكلم دلوقتي عن هذه المؤسسة الكبيرة أوبك بلس التي تقريبا مقرها في النمسا، وبتكلم عن 13 دولة تقريبا بيتحكموا في 44% من إنتاج النفط في العالم، 81% ونص من الاحتياط العالمي. فكرة خفض الانتاج ب2 مليون برميل يوميا حتى انتهى 23، ايه الحكمة بدا يعني تعليق حضرتك؟ اولا دي مش اول مرة تعملها اوبك بلس. ثانيا هو زي الخبر ما قال كده زي ما حضرتك ذكرت، هو تصرف استباقي جدا. هدفه في الاساس الحفاظ على سعر النفط ومصلحة الدول الاعضاء في اوبك بصفة عامة و يعني المنتجة للنفط. طبعا ما تشهده الساحة من تطورات سياسية وأزمات دولية وعلاقة ده بما يشهده العالم فعلا حاليا من حالة تغيير حقيقية ربما تكون نتائجها في يعني الأوقات القريبة جدا مش بعيد عن عما يدور داخل دخاليز هذه الاجتماعات. صحيح. يعني مسألة الطاقة مسألة جوهرية، يعني ده حل للأزمة ولا افتعال؟ أنا شايف إن ده افتعال أزمة جديدة يعني. لا 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 لا، ما هو ليس في الأساس. أنا قلت إن إحنا العالم يشهد الآن ما يعني مسألة تغيير حقيقي في يعني القيمة النسبية أو التواجد النسبي للقوى الدولية وللأقطاب الدولية في مسألة صنع القرار العالمي ومنها شكل العالم في السنوات وفي العقود القادمة. في الأول وفي الآخر أوبك بلس تستهدف مصلحتها ومصلحة الدول الأعضاء. صحيح. الحقيقيين المنتجين للنفط بصفة عامة. ما تنساش أن الروس طرف أساسي في أوبك وفي أوبك بلس. الروس رقم مهم في هذه المسألة. يعني الحقيقة أنه موضوع الطاقة وخصوصا البترول والغاز في يعني في الأزمة الروسية الأوكرانية، الاستخدام السياسي لموضوع الطاقة الحقيقة أستاذ مايكل يعني أثاره الاقتصادية الشاملة يعني كانت واضحة جدا. وأعتقد أنه يعني موضوع الطاقة موضوع من أهم التي يعني تحكمت أو سيرت الحرب الروسية الأوكرانية. مظبوط. لأنه خلينا متفقين أنه الصراع في أوكرانيا ليس صراع روسي أوكراني قدر ما هو صراع يعني روسي ومن خلف الصين بصيغة أو بشكل أو بآخر أو بتموضع أو بآخر وبعض القوى الأخرى و الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها القوى الغربية. صحيح. دي الأطراف الحقيقية. احنا أمام جيم شطرنج بتلعب ما بين القوى الدولية. أتخيل أنه مسألة الطاقة ورقة من أهم الورقات التي استخدمت في هذه الحرب هتكون ضغط مباشر كمان على الاتحاد الأوروبي يا فندم.
طبعا طبعا، يعني الاثار المباشره والحسابات ايضا غير المباشره. اللي انا اقصده بالحسابات غير المباشره هو استغلال الروس لهذه الورقه استغلال جيد جدا 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 وفي منتهى الهدوء. خلينا متفقين ان الروس في خلال الاشهر الماضيه وفي خلال هذه الحرب ومن خلال تحركات واعيه جدا 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 ومتنوعه بالمناسبه، سواء اقتصاديه او سياسيه او عسكريه الى اخره، وبقياده فلاديمير بوتين استطاعت تكوين بالفعل ما يشبه الاحلاف المتعاونه ضد الولايات المتحده الامريكيه ومن خلفها القوى، وممكن نخليها كمان احلاف جديده كمان يعني. نعم، يعني اتخيل انه قناعه دول كثيره جدا وخصوصا في العالم الثالث بضروره يعني وجودنا او تواجدها في عالم متعدد الاقطاب. صحيح. اعتقد انه ساعد هذا يعني هذا الحلم او هذا الطموح انجاز لنا التعبير لدى الكثير من دول العالم، وزي ما انا قلت خصوصا الدول يعني العالم الثالث سواء كانت في امريكا اللاتينيه او في افريقيا او في يعني بعض المناطق الاسيويه او في عموم القاره الاسيويه. ده حلم عند هذه الدول بالتواجد في عالم يعني تحكمه الاقطاب المختلفه او التعدديه والتشاركيه، وليس عالم كما صار منذ عقود تحديدا من بدايه تسعينات القرن الماضي وهو يسير في فلك الولايات المتحده الامريكيه. اتخيل انه هذا الطموح تقابل مع حاجه روسيا ومن خلفها الصين لتحقيق انتصارات يعني ربما يكون اللفظ معبر في هذه الحاله، مساله تحقيق الانتصارات الاقتصاديه والانتصارات الامنيه والى اخره ضد حلف الولايات المتحده اللي بتقود الناتو ومن خلفها القوى الغربيه. وعشان كده كان حرص الولايات المتحده كبير جدا 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 وتهديد مباشر جدا والقوى الغربيه لتحرك الناتو شرقا نحو الاراضي الروسيه. صحيح. يعني دي مساله اعتقد ان الروس ادركوها او يدركوها جيدا جدا جدا، وعشان كده تلاحظ من خلال الاداء الروسي السياسي اللي بيقوده فلاديمير بوتين انه كان حريص جدا جدا على ما يعني ما اطلقت عليه انا شخصيا المحيط الامن حول الاراضي الروسيه. الخبر اللي بعده بيقول وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا وفي الأعمال القتالية في دونباس منذ عام 2014، وأضاف الكريملين أن الصندوق سيساعد أفراد العائلات الذين توفاهم الله أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذ حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية. تعليق حضرتك على هذا الخبر يا فندم؟ شوف يا استاذ، كل ما من شأنه دعم العسكريين الروس ورفع الروح المعنوية للمقاتلين في الأراضي الأقاليم الروسية كما يعني تتحدث روسيا داخل الأراضي الأوكرانية أو داخل الأراضي الأوكرانية كما تتحدث القيادة الأوكرانية، كل ما من شأنه رفع مستوى الروح المعنوية ودعم العسكريين والمقاتلين سواء من يعني توفى منهم في صورة دعم لعائلاتهم أو من هو متواجد حاليا في صفوف القتال منذ 2014، أعتقد لن يتركوا أو لن يترك مثل هذه الأمور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الدولة الروسية، الاتحاد الروسي حاليا يخوض حرب ضروس داخل الأراضي الأوكرانية، وزي ما أنا أشرت من شوية داخل أطراف كبيرة وأقطار كبيرة دولية بشكل أو بآخر. الروس لديهم تصميم ولديهم عزيمة على الاحتفاظ على الأقل بما حققوه من تواجد على الأقاليم الأوكرانية التي استطاعت روسيا التغلغل داخلها. الروس لديهم يعني كرامة وطنية، يعني طبعا بالتأكيد حريصين كل الحرص على ألا تجرح هذه الكرامة الروسية، الثقافة الروسية، الهوية الروسية. لم يأتي فلاديمير بوتين إلى هذه المسألة التي بدأت في جزيرة القرم من 2014 إلى الآن وهو لم يحسب حساباته جيدا. ولسه كنا بنتكلم من شوية قلت إن الأداء الروسي
يعني المتنوع في كافة القطاعات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية الأخيرة، أداء الحقيقة إلى الآن مذهل، ولديه درجة كبيرة جدا من الثبات الانفعالي. دعم المقاتلين الحاليين ودعم أسرهم وأسر المقاتلين الروس حتى تركوا الخدمة أو حتى يعني توفوا نتيجة هذه العمليات، أعتقد أنه مسألة هامة جدا جدا جدا، ويدرك أهميتها وتدرك أهميتها القيادة الروسية. صحيح. بالخبر ده هتكون خلصت فقرة الصحافة. بشكر الكاتب الصحفي والقيمة الفكرية الكبيرة الأستاذ رجب الشرنوبي. وبكده احنا خلصنا فقرتنا الصحفية، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نتكلم عن المخدرات وتأثيرها على الأطفال. خليكم معانا.